أهلا بكم. أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاوني خلال ترأسه اجتماع مجلس الاستثمار أن الحكومة عازمة على تمكين الاستثمارات القائمة وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة للمستثمرين بما يحقق نقلة نوعية في هذا الإطار. ووجه رئيس الوزراء وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار بالتنسيق مع هيئة الاستثمار للبدء بوضع تصور كامل عن المنظومة الاستثمارية في المملكة، إضافة إلى وضع خطة وآلية عمل تهدف إلى توفير المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الأردن. وافق مجلس الاستثمار خلال اجتماعه على طلب شركة البوتاس العربية بإنشاء منطقة تنموية خاصة جنوب البحر الميت بهدف تنفيذ مشاريع الصناعات المشتقة والكيماوية من البوتاس بكلفة رأسمالية تقدر بحوالي 330 مليون دولار. كشفت هيئة الطيران المدني آخر المؤشرات عن حركة مطار الملكة علياء الدولي وتأثرها في الجائحة، والتي أدت إلى إغلاق المطار قرابة 5 أشهر خلال ذروة المرحلة الأولى للجائحة. الهيئة بيّنت في أرقامها أن إجمالي عدد الرحلات في الأشهر 3 الأولى من العام الحالي، أي قبل بدء الجائحة، قارب 15,000 مناصفة بين القادمين والمغادرين، وهي ذات المستوى المسجل في ذات الفترة من العام الماضي. أما أعداد المسافرين فسجل في الأشهر التي سبقت الجائحة 1.5 مليون مسافر، الجزء الأكبر كانوا قادمين عبر المطار بعدد 756,000 تقريبا، والمغادرين بنحو 772,000 و400 مسافر، وهي أرقام مقاربة لما تحقق في ذات الفترة من العام الماضي. ولكن مع بدء الجائحة التي تتضمن إجراءات بإغلاق مطار الملكة علياء الدولي وإعادة استئناف العمل في شهر أيلول ضمن شروط محددة، أظهرت أرقام الهيئة انخفاضا كبيرا في أعداد الرحلات عبر المطار منذ 17 من آذار ولنهاية تشرين الثاني، حيث بلغت 7,400 رحلة مقابل 59,000 رحلة في ذات الفترة للعام الماضي، مع تراجع كبير في أعداد القادمين والمغادرين. أما عدد المسافرين في فترة ما بعد الأزمة وحتى نهاية تشرين الثاني الماضي، أظهرت الأرقام تراجعا قياسيا، حيث بلغ عددهم 398,000 مسافر بعد أن سجلت ذات الفترة ارتفاعا كبيرا قارب 7 ملايين مسافر، حيث انخفض عدد القادمين إلى 199,000 مسافر والمغادرين إلى 208,000 مسافر. كشفت أرقام مشروع الموازنة العامة للعام 2021 أن إيرادات الحكومة من الغاز الطبيعي تساوي صفر، فيما قدرت في العام الحالي بعد إعادة التقدير بنحو 122,000 دينار، بينما كانت إيرادات الحكومة من الغاز في العام الماضي 1,300,000 دينار، ما طرح تساؤلات في الشارع حول مشاريع الغاز الطبيعي والتابعة لشركة البترول الوطنية ومصير إيرادات الحكومة منها. للإجابة عن هذه التساؤلات ينضم إلينا عبر الهاتف محمد الخصاوني مدير عام شركة البترول الوطنية. أهلا بك سيدي. أهلا بك، مساء الخير. ما حقيقة ما أظهرته أرقام مشروع الموازنة العامة بأن إيراد الغاز الطبيعي سيكون صفر في العام المقبل؟ نعم سيدي الكريم، سبب صدور قيمة الصفر في بند الموازنة هو يعود إلى صدور قرار من مجلس الوزراء في عام 2019، في نهاية العام 2019، يهدف إلى دعم شركة البترول الوطنية، وذلك بأن تقوم شركة باستخدام حصة الحكومة المتأتية من إيراد مبيعات غاز الريشة خلال الأعوام 2020 و2021، وذلك لتمويل برامج وعمليات الشركة وتحديث معداتها وتحسين أداء العمل. لذلك قامت الشركة بإبداء من عام 2020 بالتوقف عن توريد عوائد الحكومة المتأتية من بيع الغاز، لذلك حتى في عام 2020 لم يكن هناك إيرادات متأتية من بيع الغاز.
نعم. طب كم يبلغ إيرادات أو كم تبلغ إيرادات الشركة من الغاز الطبيعي، وكم تبلغ حصة الحكومة من هذا الإيراد؟ طبعا هو في عام 2020 يعني حصة الحكومة نمت أكثر من مما هي كانت عليه في عام 2019 وقبلها. الحصة تتراوح ما بين 2.5 إلى 3 مليون يعني في مقدرة في 2020. نعم. وذلك تبعا لسعر الغاز التي تقره الحكومة شهريا. نعم. طيب كيف استفادت الشركة من دعم الحكومة بإعفائها من الإيرادات على خطط الشركة؟ وهل كورونا أثرت على أعمال الشركة بالتنقيب، وخصوصا أن هناك كما أعلنتم عن نتائج مبشرة لحقل 53؟ نعم، كان لدى الشركة برنامج يعني خطة عمل بالقيام بحفر 4 آبار على الأقل، يعني كنا نتوقع أن نحفر المزيد من الآبار خلال العام 2020، لكن بسبب الجائحة حدث عندنا تأخير يعني كان أكثر من 1.5 شهر بشكل مباشر. نعم. وتأثير في عملية توريد المعدات وشركات الخدمات التي نحتاجها، نحتاج إلى القليل من الخدمات الإضافية من الشركات العالمية لبعض العمليات المتخصصة. نعم. ووصلت آخر هذه المعدات بتاريخ 15-11 الشهر الماضي، واستطعنا إكمال البئر الثانية، والحمد لله كانت نتائجها جدا مشجعة، وما زلنا في عمليات التقييم والفحص. نعود إلى موضوع حصة الحكومة التي تخلف عنها الحكومة لتسهيل تقديم الدعم وتسهيل العمليات وتحديث أسطول الشركة الذي أصبح قديم. يعني أغلب إحنا أسطول الشركة الموجود حفاراتنا كانت هي من قيمة رأس مال الشركة العيني الذي أسس عليه في عام 1996، وأصبح أغلب عمر المعدات الموجودة عندنا يزيد عن 30 عام. نعم. ولتوفير كلفة الصيانة على المعدات القديمة، لذلك تقوم الشركة بتحديث أسطورها تدريجيا. نعم. كذلك التوسع في عمليات الحظر والتي تكون أحيانا مكلفة. يعني طب لو تحدثنا عن حجم كميات الغاز المتوقع استخراجه من الحقول المكتشفة أو من الآبار المكتشفة، وهل هي مناسبة لموقعها الجغرافي مع الدول المجاورة؟ يعني حجم الغاز في هذه الدول؟ طبعا كل حقل في العالم يعني يختلف عن الحقل الثاني، يعني من حيث الكميات ومن حيث سهولة وصعوبة الحقل. حقلنا يعني يتميز منه من الحقول الصعبة وليس سهلة، لكن الحمد لله يعني مع مرور الزمن أصبح لدينا تصور جيد، وأصبح لدينا خبرة تراكمية نشأت منذ تأسيس السلطة إلى الآن. يعني الفشل في بئر يعني سيقدم معلومات جيدة، والحمد لله يعني حصلنا على معلومات الآن، توفر لدينا معلومات قيمة. نعم. ولدينا موديل جيولوجي جيد ونعمل عليه يعني من العام 2019. سيد محمد، يعني هل يتوفر لديك يعني ما حجم كميات الغاز المستخرجة؟ كميات الغاز التي تم استخراجها منذ اكتشاف الحقل في عام 1986 والذي بدأ الانتاج في عام 1989 هي 229 مليار قدم مكعب لغاية الآن، استخدمت جميعها في توليد الكهرباء من خلال محطة غاز الريشة الموجودة في الموقع والمربوطة مع وسط الأردن من خلال شبكة النقل الكهربائي. نعم. طيب يعني حجم إنتاج الغاز يعني حاليا في هذه الأيام، وأين أنتم أو أين يتم توجيه الغاز المنتج من الشركة، وكم يساهم في توليد الكهرباء؟ حاليا كميات الغاز التي تباع يوميا الى محطه توليد الكهرباء تتراوح ما بين 14 الى 15 مليون قدم مكعب. نعم. على الرغم من انه لدينا قدره استطاعيه انتاجيه حوالي 19 مليون باستثناء البئر الجديده. نعم. لكن يعني بحب احيطكم علم انه محطة توليد الكهرباء الموجودة في محطة غاز الريشة هي اقدم محطة كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي في الاردن. طب واصبحت يعني عمرها متقادمة، وحتى التوربين الرابع الاخير العامل
تم تجديد له على الرغم من الافتراض. طيب لذلك هي كفاءتها يعني ضعيفة. سيد محمد، كم يساهم في إنتاج الكهرباء الغاز؟ حوالي 5%. 5%. طب نعم. بشكل سريع سيدي، يعني خروج شركة بريتش من التنقيب عن بتروليوم، بريتش بتروليوم من التنقيب عن الغاز في مناطق امتياز شركة البترول الوطنية، ما حقيقة هذا الأمر؟ وهل ما زالت هناك مبالغ مطلوبة من الشركة البريطانية للحكومة؟ أخي الكريم، يعني خروج شركة بريتش بتروليوم الأردن كان وفق أحكام الاتفاقية الموقعة معهم آنذاك. الاتفاقية كانت تسمح لهم الخروج بعد قيام عضو تنفيذ البرنامج المرحلة الأولى التقرير، إما الاستمرار أو الخروج، وذلك بعد تنفيذها التزامات المتفق عليها بالاتفاقية، والتي تنص على حجم معين من الأعمال وإنفاق حد أدنى من المبالغ المالية، وقد التزمت بتنفيذ البرنامج كامل من حيث الأعمال وأنفقت ما يزيد عن المبالغ المرصودة. مجموع إنفاق الشركة على حظر بأراي 46 و47، والتي كانت نتائجهما سلبية وكان كلاهما جاف، والمسح الجيوفيزيائي الذي نفذ بلغت حوالي 400 مليون دولار. سيد محمد الخصاوني مدير عام شركة البترول الوطنية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.